بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين، وبعد، فأتوجه إلى عموم المسلمين على الساحة الأوروبية بأن يدركوا طبيعة المرحلة التي يمر بها الوجود الإسلامي اليوم، وهذه التحديات الكثيرة والمتعددة، وأن يعيشوا بمنطق المواطنين الأوروبيين الذين يعطون ويقدمون ويبادرون لإصلاح هذه المجتمعات والمساهمة في بناء وصناعة حضارتها وإبراز قيم الإسلام المشتركة، وهي كثيرة جدا بين الإسلام كدين وبين الأديان والأمم الأخرى التي نتعاون ونتواصل معها في هذه المجتمعات. أنصح كذلك المسلمين على الساحة الأوروبية أن يجعلوا مرجعيتهم في الفتوى وفي الفقه وفي الاستشارات الدينية، أن تكون هذه المرجعية مرجعية أوروبية، وأن يتوقفوا عن استيراد الفتاوى من خارج أوروبا، لأن استيراد الفتاوى من خارج أوروبا أضر ويضر بالوجود الإسلامي، وهذا ليس تقليلا من العلماء الذين لا يقيمون على الساحة الأوروبية أو المؤسسات الفقهية الجماعية، وإنما لأن الفقيه أو المفتي لابد أن يكون على علم بواقع المستفتي، ولابد أن يكون على علم بخصوصيات وقوانين وظروف والتحديات التي تواجه هذا المستفتي. نحن بحاجة إلى أن نرسخ في هذه المرحلة ثقافة الفعل، إرساء ثقافة الفعل، إطلاق المبادرات، الحركة، العمل الدائم في كل ما يفيد هذه المجتمعات ويفيد الوجود الإسلامي على الساحة الأوروبية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفوفنا وأن يؤلف بين قلوبنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله.